طبح اللوز، طبح الوض، كي صبحتو وشحال ما صيفطت شي فيديوهات هاك عارف غالب الله الانسان ملي تيجلس ما عنده باش شنو يصور تقريبا كثر من شهر وحنا جالسين. لا لا ما كان شكل حد وما تشكل حد الحمد لله الشكوى الله سبحانه وتعالى. هي كاينه واحد الميزه اللي خصني يكون زوينه ما يحاولش ديما يتشكى فوق الكلاس تشكى حتى فوق الخدمه باش يكون التعادل باش ما يكونش بنادم مضيعها في نفسه. لا انا لا كانت شكه دابا جالس كانت قهوه في هاد القهوه بسيطه ها بسم الله قاعد نكمل القهوه ديالي وقبلوا بي الله يعطيكم الصحه. كافي كريم في الطاس هادشي اللي تنشرب هادي هي البليه ديالي اللي عطا الله وهذا الحمد لله على كل حال. هي فهاد الشهر جاتني واحد بلا واحد الديكور ديال بلازما بسيط المهم في واحد الخدمات اليومين والباقي على الكلاس اللهم لك الحمد. اللي تتسول وكل شيء جالس 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 ما عرفنا مناش والله يجيب العفو وكل شيء ممكن كل شيء الغالب الله كل شيء الغلا كل شيء خايف على راسو كل شيء كيسول على الثمن. الناس ما بقاوش كيشوفوا الخدمه تمام 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 ايوا شنقول الانسان كله كيشوف اللي مسلكو كله كيشوف واش بقات في التمام ولا بقات في الجوده بقات في هو التمام. شنقول لكم خاصو يكون الثمن معقول لا الصنيعي لا المولده لا والواحد شنقول لكم غالب الله بعد المرات ما كتلقى ما تقول صراحه ما كتلقى ما تقول شو تتعيا شرب قهوه وجلس بلاصتك ودعي الله تفرجا هي اهم حاجه وتصدق الخدمه ديالك وخليها على الله صراحه تقل الخدمه وخا يكون الثمن شديتيها بالثمن ولا ما شديتيهاش ولا شديتيها بالثمن طالع قليل نازل هي تقل الخدمه حقيقه تقال تقن تقل الخدمه لاش هنا الخدمه هي اللي كتخليك تدوم اما شي حاجه واحده اخرى بلا ما تقيم الانسان لا لا صنيعي ولا المولده لا وحتى مولده الا بغيتي صنيعي يدوم لك تهلا تهلا كما كان الحال تهلا فيه الا بغيتي صنيعي تخدم لك وخدم لك خدمات بالصح هي تهلا وخا بالقليل ها الابتسامة هي تهلا فيه ها ان شاء الله غيصاوب لك خدمتك وهذا هو جهدي الى لقاء ان شاء الله شي حاجة جديدة ان شاء الله مراهم وتحياتي لكم حياكم الله صباحكم بوك الله يسعد الصباح للجميع واهم شيء هو اما تعمل هذا هو الكود عقلوا على الكود اما تعمل صافي اما تعمل